نتابع الآن مشاهدينا الكرام وصول سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ. من المعروف مشاهدينا الكرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك أيضا اليوم في الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بغلاسكو. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة تتناول الموقف المصري وعن ركائزه تجاه قضايا تغير المناخ باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية العام المقبل. أضاف أيضا أن قضية المناخ العالمي تنقسم إلى شقين رئيسيين، شق خاص بالدول الصناعية المعنية بالانبعاثات الخاصة بالصناعات الكبيرة والتي أدت إلى زيادة حرارة كوكب الأرض وظاهرة الاحتباس الحراري، وهناك شق آخر يتعلق بمعاناة الدول النامية من تداعيات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها. أضاف أيضا أن هناك تعهدات من جانب الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية بتقديم المساعدات للتغلب على التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من الدول النامية للدول الكبرى التزام بالمعايير الدولية لخفض الانبعاثات خاصة الغازات الدفيئة. أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن هناك جلسة رئيس السيسي بالإضافة إلى عقد لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. نتابع الآن مشاهدينا الكرام لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء البريطاني وأيضا بالأمين العام للأمم المتحدة عند وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه القمة، قمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.